هنا بقى القرع بتاعنا افضل حاجه ان انت بتجيبي القرعه اهو قدام حضرتك اهوت. انا عامل بس كميه حلوه، بقطعها عندي مكعبات صغيره قرع العسلي، واللي انت تقومي حاطه تلات ارباع الكميه اللي انت هتحطيها. يعني لو تحط كيلو قرع حط كيلو وربع من السكر، تمام. افضل حاجه بقى ان انت تسيبيه في التلاجة، يعني ما تشغلهوش على طول على النار عشان ما يلدعش منك. طب فاهمه ازاي؟ تسيبيه في التلاجة قد ايه؟ لمده حوالي 4 لـ5 ساعات. هتلاقي كل السكر انت شايفاه ده بقى ميه، تاخديه وتقومي حاطاه فين؟ عندك على النار نص ساعه بالظبط او اقل كمان، هتلاقيه طالع معاكي وطالع معاكي زي الفل، ما فيهوش اي مشكله. لكن احنا شغالين هوا فهضيفه على طول، لكن انت قاعديه في التلاجه معاكي لمده 2 ساعة بعد ما تحط السكر، هيطلع معاكي ان شاء الله حلو جدا. هنقوم ضايفينه اهوت هنا، حلو قوي ما شاء الله. وهنا بنقوم حاطين معاه ايه؟ قرفه خشب عليه، وهدين النار. اوعى تعلي النار، لو عليت النار هيلدع من تحت. فسيب النار على المتوسطه، وبعد كده نبدا ان شاء الله ان احنا نعلي عليها واحده واحده. تعالى ناخد عندنا القرع، نشوف القرع اخباره ايه. بص بقى، ايه رايك بقى؟ بص الميه بدات تنزل. بص القرع بقى، علي عليه براحتك بقى. خلاص بعد ما تلاقيه جاب الميه بتاعته كلها، بك الميه كلها كده، نبدا نعلي عليها النار لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا. مش هيلدع مني خالص بقى، لانه خلاص بقى في ميه اهو. وحاول انت بتجيب القرع، قولي له القرع العسلي اللي هو بيبقى لونه اصفر ده، بيبقى طعمه مسكر اكتر زي البطاطا. في هتلاقي عندك من نوعين بطاطا، في اللي هي العاديه وفي اللي هي الايه العسل اللي هي بتبقى لونها اصفر. فلازم وانت بتجيبيها تخليه ينحت لك حته بالسكينه كده، وتشوفي النوع اللي انت جايباه ايه، لان الاصفر بيبقى افضل بكتير جدا كطعم. الشربات بحط عندي حلة على النار، حلة سلمبوش الجميلة المحترمة الستانلس 18/10 بتاعتنا اللي احنا بنشتغل فيها على طول. هقوم حاطط نص كيلو من السكر، نقوم حاطين ربع لتر من المية، تمام. ما نقلبش، بس سيبه تغلي، وبعد وهي بتغلي نقوم مديناها ملح ليمون، سنية ملح ليمون وده الأفضل، أو عصير ليمونة. ما شاء الله، بص عامل ازاي، مزيكا مزيكا والله. القرفه الخشبه اهيت، هنشيلها بقى خلاص، احنا مش محتاجينها خلاص، هو خدت الطعم المحترم اللي احنا محتاجينه. الشربات بدا يغلي معايا، بصي عصير الليمونه بس، مفيش اي حاجه تاني والله يا جماعه. بص لو في اي شوائب هنشيلها، مفيش. بالظبط 3 دقايق بعد الغليان ده اهوت هنقوم شايلينها، وكده الشربات عندي بقى جاهز. كنافه متحمصه بقوم حاطط عليها شربات بعد ما تطلع من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمصها كويس جدا بالسمنه، ونقوم دي الكنافه بالقرع، ونديها الشربات. ما تحاوليش تزودي الشربات، خلي بالك في الحاجه يعني حد الاستاذ المخرج جه في الفصل بيقول لي ما تزود هنا شربات. انا ما بحبش حاجه تكون شرباتها بتبقى صراحه كتير. السمنة لكن الشربات لا، الشربات بيجزع النفس، تيجي تاكلي منها حتة ما تقدريش تكملي الباقي، تقوم رميها. القرع اللي احنا عملناه العسلي نوزعه في البايركس كويس جدا، جميل. ده هيدخل الفرن، ها لسه موضوع كبير ده، لسه عملنا حاجة شوية مكسرات سودانية. شوية جوز هند عليه كده من فوق، تمام. بلاش زبيب، لأن الزبيب سكره هيغطي على السكر بتاع يعني الاتنين هيضربوا كده ببعض وهيعملوا ميكس مش لطيف، فبلاش. الكريمة اللي احنا عملناها هنقوم واخدينها وحطينا عليها من فوق ومدخلينها الفرن. تقدري تسيبيها كده بالكريمة اللي احنا عملناها من فوق، و
ونقدر ندخل واحد الفرن. فهنعمل واحد كده وواحد كده. القرع العسل احنا بنجيبه زي ما اتفقنا، بنجيب مثلا القرعايه بنقطعها مكعبات صغيره، بنحط على 2 كيلو كيلو ونص من السكر، ونقوم حاطينهم في الثلاجه، نسيبهم لمده قد ايه؟ ساعتين او 4 ساعات، ينزل الميه بتاعته، ناخدها على النار لحد ما يستوي معايا، وبعد كده بنصفيه من الشربات بتاعه، بيبقى زي كده يا ابو محمد بالظبط. بعد ما يتصفى من الشربات بنفس اللون اللي حضرتك كده شايفاه، بص تلاقيه ايه خلاص، وما تقسيش عليه اكتر من كده عشان ما يتهريش ويبقى ناعم معاكي وانت بتاكليه مش هتحس بطعمه. ده يروح فين يا باشا بقى؟ على الفرن، ياخد يعني الوش الجميل، او لو عندك بشبوري اللي هو اللي بيحرق من فوق ده ماشي. خليكوا معايا بقى عشان ده هياخد دقيقتين بالظبط. ده بقى مش هدخله الفرن، ده هنديله كريمه وبس من فوق، ويتاكل كده من غير ما يخش الفرن. في شويه كريمه هيبقوا باقيين، فهنجيب شويه كاسات كده ونعملهم بيها. بص يا باشا تمام جدا، فوزدوا عليها من فوق. الله عليك الله عليك، بص اهو. تعالوا بقى نروح فين بقى يا باشا؟ بقى نروح عندي هنا، ناخد ده هنا كده نحطه في الطبق، حط جنبه اخواته هنا. هنا اللي في الفرن طبعا في كاسات باقيه معايا، في كاسات هتبقى باقيه معايا هنشتغل عليها على طول، مفيش وقت ننضف خلاص. احنا اصلا بنختم الحلقه، هنضف بس ايدي واظبطها. وهنا اللي في الفرن الشوايه، ايه الاخبار؟ انت شغاله ولا مش شغاله؟ لا والله، لا انا شغلت الارضيه وفاكر ان انا مشغل الشوايه وبقى كل ده اتاري الايه اللي انا كل ده مشغل الايه؟ الارضيه نفسها بتاعه الفرن، فشغلت الشوايه دلوقتي لان هو المفروض اصلا يخش ما ياخدش دقيقتين اتنين يعني. كنافه كنافه، بعد ما ياخد طبقه الكنافه كده هديله طبقه من الكريمه. قرع قرع عسلي، الحاجة شكلها تفتح النفس والله ما شاء الله. يعني عايز يقوم يجرب دلوقتي ان شاء الله، يجرب كذا يعني كذا صنف النهارده عملناه. اتمنى الحلقة ان شاء الله والله تنول اعجابكم، لان حاجات ما الحمد لله رب العالمين قدرنا نعمل كذا صنف منها. نديها كنافة من فوق برضو. خلي يبقى في معادلة من الحلويات الشرقية في الشربات، ما تبقاش الموضوع مش موضوع كل حاجة ان انت تحط شربات تقيل وخلاص، لا بس حط السمنة اللي تكفي الحاجة عشان الحاجة تطلعش ناشفة معاكي وتبقى مش حلوة. اخر واحدة بقى الكريمة اهيت من فوق، اخر واحدة الكريمة من فوق. الله شكله حلو ويفتح النفس، الالوان حلوة، الأصفر مع الأبيض مع لون الكنافة الذهبي ما شاء الله. حتى آخر شوية كريمة هي حلو قوي، شوية الفستق من فوق. تعالي 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 أهو.